مساء الخير. مداخلة جديدة بعنوان مجال الصلاحية ومنظومة الأوليات، مقدمة في الرياضيات والمنطق. منظومة الأوليات هي مجموعة من الأوليات التي يمكن من خلالها استخدام بعض أو كل الأوليات مع بعضها لاشتقاق النظريات المنطقية. النظرية هي مجموعة متماسكة ومستقلة نسبيا من المعرفة التي تحتوي بشكل عام على منظومة الأوليات وجميع النظريات المشتقة منها. منظومة الأوليات الموصوفة بالكامل هي نوع خاص من يعني المنظومة الصورية. النظرية الصورية هي نظام بديهي. منظومة أوليات تتم صياغته عادة في نظرية النموذج بصفة يصف مجموعة من الجمل المغلقة تحت تأثير منطقي. الدليل الرسمي هو تفسير كامل للإثبات الرياضي في نظام رسمي أو صوري. وقال إن النظام البديهي يكون متماسك إذا كان خاليا من التناقض، أي أنه من المستحيل اشتقاق كل من البيان ونفيه من بديهيات من منظومة الأوليات. الاتساق هو مطلب رئيسي لمعظم الأنظمة الأولية، لذلك لأن وجود تناقض سيسمح بإثبات أي بيان مبدأ الانفجار. في منظومة الأوليات يقال أن الأوليات مستقلة إذا كان لا يمكن إثباتها أو دحضها فيما يتعلق بالأوليات المنظومات الأخرى. يقال أن المنظومة تكون مستقلة إذا كانت لها كل من الأوليات الأساسية لها مستقل. العكس الاتساق فإن الاستقلالية ليست مطلبا ضروريا لمنظومة الأوليات العملية، على الرغم من أنه يسعى عموما لتقليل من عدد الأوليات في المنظومة. يقال أن منظومة الأوليات تكون كاملة إذا كان لكل عبارة نفسها أو نفيها يمكن استنتاجها من منظومة أوليات. بالتساوي يمكن إثبات صحة كل بيان أو خطأ. إلى جانب التماسك، يعد التماسك النسبي أيضا علامة على نظام صحيح من الأوليات. يصف هذا السيناريو حيث تتلقى المصطلحات غير المحددة للنظام الأول من البديهيات تعريفات من النظام الثاني، بحيث تكون بديهيات الأولى هي النظريات الثانية. وخير مثال على ذلك هو الاتساق النسبي للهندسة المطلقة مع نظرية نظام الأرقام الحقيقية. الخطوط والنقاط عبارة عن مصطلحات غير محددة تسمى أيضا المفاهيم الأولية في الهندسة المطلقة، ولكن معاني مخصصة في نظرية الأعداد الحقيقية بطريقة تتفق مع كلا النظامين البديهيين. نظام منظومة الأوليات في الرياضة والمنطق يعني خصائص، خاصة إذا يقال أن النظام البديهي يكون متسقا إذا كان يفتقر إلى التناقض، أي أنه من المستحيل اشتقاق كل من البيان ونفي من بديهيات النظام. الاتساق هو مطلب رئيسي لمعظم الأنظمة البديهية، لأن وجود التناقض سيسمح بإثبات أو بيان يعني في نظام بديهي. يقال أن البديهية مستقلة إذا لم تكن نظرية يمكن اشتقاقها من البديهيات الأخرى في النظام. يقال أن النظام يكون مستقلا إذا كان كل من البديهيات الأساسية له مستقلة، على عكس الاتساق فإن الاستقلالية ليست مطلبا ضروريا لنظام بديهي عملي، على الرغم من أنه يسعى عموما لتقليل عدد البديهيات في النظام. يقال أن النظام البديهي مكتمل إذا كان من الممكن استنتاج إما نفسه أو نافيه لكل عبارات من بديهيات النظام. يعني نموذج النظام البديهي هو مجموعة محددة جيدا والتي تحدد معنى المصطلحات غير المحددة المعروضة في النظام بطريقة صحيحة مع العلاقات المحددة، ويثبت وجود نظام ملموس متماسك النظام. يقال أن نموذج ملموس إذا كان المعاني المخصصة هي أشياء وعلاقات في العالم الحقيقي، على عكس النموذج المجرد الذي يعتمد على أنظمة بديهية أخرى. يمكن أيضا استخدام النماذج لإظهار استقلالية بديهية في النظام من خلال بناء نموذج صالح لنظام فرعي دون بديهية محددة. نظهر أن البديهية المحذوفة مستقلة إذا كان صحتها لا تنبع بالضرورة من النظام الفرعي، كما يقال إن نموذجين متماثلين إذا كان من الممكن العثور على تطابق واحد لواحد مع بين عناصرهما بطريقة تحافظ على علاقتهما. النظام البديهي الذي يتشابه في كل نموذج مع آخر يسمى فئوي. فئوي في بعض الأحيان مقولة تتضمن خاصية التصنيف المقولة أو الفئة لاكتمال النظام، لكن العكس ليس صحيحا، لا يضمن الاكتمال تصنيف المقولة أو الفئة النظام، لأن نموذجين يمكن أن يختلف حسب الخصائص التي لا يمكن التعبير عنها بواسطة دلالة النظام. مثال على سبيل المثال، لاحظ النظام البديهي التالي بناء على منطق الدرجة الأولى مع إضافة دلالة إضافية للبديهيات المعدودة ولانهائية التالية، يمكن إضفاء الطابع الصوري عليها بسهولة كمخطط بدئي.
بشكل غير رسمي تشير هذه المجموعة اللانهائية من البديهيات إلى وجود عدد لا نهائي من العناصر المختلفة. ومع ذلك لا يمكن تعريف مجموعة مفهوم المجموعة اللانهائية في النظام ناهيك عن العلاقة الأساسية لمثل هذه المجموعة. يحتوي النظام على نموذجين مختلفين على الأقل، أحدهما هو الأعداد الطبيعي متشابه مع أي مجموعة أخرى لانهائية قبل العدو، الأخرى هي الأرقام الحقيقية متشابه مع أي مجموعة أخرى ذات أصل متصل. في الواقع يحتوي على عدد لا حصر له من النماذج، واحد لكل مجموعة أساسية من مجموعة لا نهائية. ومع ذلك فإن الخاصية التي تميز هذه الأنماط هي أصلها، خاصية لا يمكن تعيينها في النظام، وبالتالي فإن النظام ليس قاطعا، ومع ذلك يمكن إثبات أنه كامل. طريقة بديهية أن تحديد التعريفات والقضايا بطريقة يمكن فيها إزالة كل مصطلح جديد رسمي من خلال المصطلحات التي تم إدخالها مسبقا يتطلب من فهم بدئية مسلمات لتجنب الانحدار اللانهائي. تسمى هذه الطريقة في الرياضيات بالطريقة البديهية. منطق هو الموقف الشائع تجاه الطريقة البديهية. في كتاب مبادئ الرياضيات حاول ألفريد نورث وايتهيد وبرتناند راسل إظهار أن أي نظرية رياضية يمكن اختزالها إلى مجموعة من البديهيات. وبشكل أكثر عمومية، فإن اختزال مجموعة من الافتراضات إلى مجموعة معينة من البديهيات يكمن وراء برنامج بحث عالم الرياضيات. كان هذا مهم جدا في الرياضيات القرن العشرين، خاصة في المواد التي تعتمد على الجبر المتماثل. يمكن أن يساعد شرح البديهيات المعينة مستخدمة في النظرية في توضيح مستوى مناسب من التجريد الذي يرغب عالم الرياضيات في العمل معه. على سبيل المثال، اختار علماء الرياضيات ألا تكون الحلقات تبادلية، وهو مختلف عن صياغة إيمي الأصلية. قرر علماء الرياضيات النظر في مساحات التوبولوجية بشكل عام دون بديهية الفصل التي صاغها فيليكس هاوسدورف في الأصل. سمحت بديهيات زرميلو فرانكل نتيجة الطريقة البديهية المطبقة على نظرية المجموعات بالصياغة الصحيحة لمشاكل نظرية المجموعات، وساعدت على تجنب مفارقات نظرية المجموعات الساذجة. كانت إحدى هذه المشاكل هي فرضية الاستمرارية. عادة ما يتم اختصار نظرية مجموعة زرميلو فرانكل مع بديهية الاختيار المثيرة للجدل تاريخيا، حيث تشير الحرف الأول إلى الاختيار، ويستخدم العديد من المؤلفون للإشارة إلى بديهية نظرية مجموعة زرميلو فرانكل مع استبعاد بديهية الاختيار. اليوم هو شكل قياس لنظرية المجموعات البديهية، وعلى هذا النحو الأساس الأكثر شيوعا للرياضيات. تاريخ الرياضيات، تتطورت الأساليب الرياضية إلى درجة معينة من التطور في مصر القديمة وبابل والهند والصين. لم يبدو دون استخدام الطريقة البديهية. أقليس في الإسكندرية هو مؤلف أول عرض بديهي موجود للهندسة الإقليدية ونظرية الأعداد. تم تطوير العديد من الأنظمة البديهية في القرن 19 بما في ذلك الهندسة غير الإقليدية، وأسس التحليل الحقيقي ونظرية مجموعة كانتور، وعمل فريجي على الأسس والاستخدام الجديد من قبل هيلبير للطريقة البديهية كأداة بحث. على سبيل المثال، تم طرح نظرية المجموعة لأول مرة على أساس بديهي في نهاية هذا القرن. لمجرد توضيح البديهيات أو العناصر العكسية يجب أن تكون مطلوبة. على سبيل المثال، يمكن الموضوع المضيء قدما بشكل مستقل دون الرجوع إلى أصول مجموعة التحويل لهذه الدراسات. لكن هناك مشاكل. لا يمكن التقاط جميع مجموعات الافتراضات المتماسكة من خلال مجموعة قبل الوصف من البديهيات. في نظرية العودية تسمى مجموعة من البديهيات بالعودية إذا كان برنامج الكمبيوتر يستطيع التعرف على ما إذا كان اقتراح معين في اللغة هو نظرية. تخبره نظرية عدم الاكتمال الأولى لجوديل بعد ذلك أن هناك مجموعات متماسكة معينة من الافتراضات دون البديهية العودية. بشكل نموذجي يمكن الكمبيوتر التعرف على البديهيات والقواعد المنطقية لاشتقاق النظريات، ويمكن الكمبيوتر التعرف على ما إذا كان الدليل صالحا، ولكن تحديد ما إذا كان الدليل موجودا لبيان قابل للحل فقط عن طريق انتظار إثبات أو دح، والنتيجة هي أن المرء لن يعرف ما هي الافتراضات التي هي نظريات وتفشل من الطريقة البديهية. مثال على ذلك مثل هذه المجموعات من الافتراضات هي نظرية الأعداد الطبيعية، والتي يتم إضفاء البديهية عليها جزئين فقط من خلال بديهية بيانو. من الناحية العملية، لا تعود كل البراهين البديهيات. في بعض الأحيان لا يكون واضحا حتى أي مجموعة من البديهيات يناشدها الدليل. على سبيل المثال، قد يكون بيان نظرية الأعداد قبل التعبير عنه بلغة الحساب أي لغة بديهيات بيانو، ويمكن تقديم دليل على أنه يناشد التوبولوجيا أو التحليل المعقد. قد يكون من الواضح على الفور ما إذا كان يمكن العثور على دليل آخر مشتق فقط من بديهيات بيانو، أي نظام من البديهيات يتم اختياره بشكل تعسفي إلى حد ما هو أساس النظرية الرياضية. لكن مثل هذا النظام البديهي التعسفي لن يكون بالضرورة خاليا من التناقضات، أو حتى لو كان كذلك فهو غير قادر على إلقاء الضوء على أي شيء. يدعي فلاسفة الرياضيات أحيانا أن علماء الرياضيات يختارون البديهيات بشكل عشوائي،
ولكن من الممكن أنه على الرغم من أنها قد تبدو عشوائية من وجهة نظر شراء المنطق الاستنتاجي وحده، فإن هذا المظهر يرجع إلى محدودية الأهداف، وهذا الأمر يخدم المنطق الاستنتاجي. مثال البديهي تبني الأعداد الطبيعية، يعني يعتمد النظام الرياضي للأعداد الطبيعية 0 1 2 3 4، نظام بديهي ابتكره عالم الرياضيات جوزيبي بيانو لأول مرة في عام 1889. اختار، اعتذر، يعني اختار البديهيات بلغة رمز الوظيفة الأحادية الفريد، اختصار لكلمة اللاحقة، بحيث تكون مجموعة الأعداد الطبيعية، يوجد عدد طبيعي صفر، كل رقم طبيعي له خليفة يشار إليه، لا يوجد رقم طبيعي خلفه صفر، الأعداد الطبيعية المتميزة لها خليفة مميزة. إذا امتلكت الخاصية صفر وأيضا من قبل الخليفة كل رقم طبيعي تمتلكه، فعندئذ أن تمتلكه جميع الأعداد الطبيعية. بديهية الاستقراء، البديهية في الرياضيات هي عملية أخذ مجموعة من المعرفة والعمل إلى الوراء نحو بديهيتها، إنها صياغة نظام العبارات أي البديهيات التي تربط عددا من المصطلحات البديهية، بحيث يمكن اشتقاق مجموعة متماسكة من الافتراضات عن طريق الاستنتاج من هذه العبارات، بعد ذلك يجب أن يعود إثبات أي اقتراح من حيث المبدأ إلى هذه البديهيات. خاتمة، هنا الجزء الثاني من العمل، مجال الصلاحية. الجزء الثاني، الصلاحية والصدق هو المدى الأساسي الذي يكون فيه المفهوم أو الاستنتاج أو القياس مؤسس جيدا ومحتمل أن يتطابق مع العالم الحقيقي بدقة. كلمة صالحة مشتقة من اللاتينية فاليدوس والتي تعني قوي. الصلاحية المنطقية هي خاصية الاستدلال التي تؤهلها لوظيفتها الأساسية. يتكون الاستدلال من انتقال من الافتراضات الحقيقية المؤكدة كمقدمات إلى اقتراح حقيقي يتم تأكيده كاستنتاج. إذا كان الاستنتاج من هذا القبيل في إيه؟ إذا كنت متأكدا من حقيقة المقدمات فأنا أيضا متأكد من حقيقة الاستنتاج. ويقال أن الاستنتاج صحيح وإلا يقال أنه غير صالح. لإعطاء معنى بديهي لهذه الفكرة والبقاء مخلصين لأصل الكلمة، سنقول أنه يوجد في الاستدلال الصحيح ما يكفي من القوة لننقل الخاصية الحقيقية من المقدمات إلى النهاية. إن يكون الاستنتاج صحيحا يعني فقط أنه إذا كانت المقدمة المنطقية صحيحة فإن النتيجة صحيحة بالتأكيد أيضا. أما بالنسبة للمقدمات فهي بالطبع ليست صحيحة دائما. في المنطق الصوري يرتبط مفهوم الصحة بمفهوم التفسير. في المنطق الافتراضي يقال أن الصيغة أو المخطط الوظيفي متسق إذا كانت صحيحة بالنسبة لتفسير معين لأحرفها وتوزيع معين لقيم الحقيقة على الذرات الافتراضية التي تتكون منها. يقال أنه غير متسق إذا لم يكن صحيحا لأي تفسير. يقال أنه صحيح إذا كان صحيحا لجميع التفسيرات حروفه. تكون الصيغة صالحة فقط إذا كان نفيها غير متسق وغير متسق وفقط إذا كان نفيها صالحا. لإثبات صحة الصيغة يكفي إجراء تحليل الحقيقة، والصيغة صحيحة لمنطق الافتراض هي الحشو أي اللغو أي بيان يقابله شيء تافه ولا يعطى معلومات حقيقية. يمكن ملاحظة أن مثل هذه الصيغة يمكن أن تكون أكثر أو أقل تعقيد ولا يمكن التعرف عليها دائما على ذناعه دون حساب. الصيغة الصالحة مهمة لأنها تمثل أنماط استدلال صالحة. يشير كوين إلى أن التضمين هو صلاحية العبارة الشرطية في كتابه طرق المنطق الذي نشره سنة 1973. تقول أن مخططا وظيفيا واحد يشير إلى مخطط آخر إذا كان من المستحيل تفسير الحروف بطريقة تجعل المخطط الأول صحيحا والثاني كذب. والمثل في أن كيف هو صلاحية العبارة ثنائية الشرط، حيث تمتد مفهوم الصلاحية والاتساق إلى مخططات المصطلح المنطقي. مخطط من هذا النوع صالح إذا كان أي تفسير لأحرفه يجعله مصطلحا صحيحا لأي كائن. بالطبع نختار عالم الخطاب، مسار الأشياء مناسب للحجة المعنية. يكون مخطط الكمي صحيحا إذا اتضح أنه صحيح لجميع التفسيرات في جميع الأكوان غير الفارغة. يتم تفسير الحرف المصطلح عندما يتم تحديد امتداده، أي عندما يتم تحديد ما يجب أن يكون صحيحا في الكون. من المعروف أن حرف الجملة يتم تفسيره عندما يتم تعيين قيمة حقيقة له. إذا كان هناك متغير حرف سيتم تخصيص كائن معين للكون. بشكل عام تقلل مسألة صحة المخطط المفتوح من صحة المخطط المغلق أي الإغلاق الشامل الذي تم الحصول عليه من المخطط المفتوح عن طريق وضع بادئة كمية كونية لكل متغير حر. صحة الحجة، يقال أن شكل الحجة الاستنتاجية يكون صالحا إذا وفقط إذا كان يستخدم قواعد الاستدلال التي يستحيل من خلال الحصول على نتيجة خاطئة من مقدمات صحيحة. تكون الحجة صحيحة إذا وفقط إذا أدت حقيقة مقدمتها إلى حقيقة استنتاجية. سيكون من التناقض تأكيد مقدمات وإنكار الاستنتاج. الاستنتاج هو النتيجة ضرورية من ناحية المباني، من ناحية أخرى للهيكل أو شكل المنطقي للحجة.
قيس ما فهو مثير على حجة صحيحة أنه إذا تفكير صالح وقاعد بيانات، كل الناس بشر، سقراط إنسان، إذا سقراط فين؟ إذا كانت مقدمات الحجة واستنتاجها صحيح فهذا لا يعني أنها صالحة. شرط صحتها هو الضرور المنطقي للاستنتاج المستبد من المقدمات. يمكن أن تكون الحجة صحيحة صوريا أو منطقيا مع وجود مقدمات زيادة واستنتاج خاطئ. الحجة التالية لها نفس الشكل المنطقي المسمى وهي صالحة أيضا، ولكنها تحتوي على مقدمات زيفي وبالتالي نتيجة خاطئة أيضا. كل كوس خضراء، سقراط فنجان، إذا سقراط أخذ. بغض النظر عن كيفية بناء الحجة، إذا كانت صحيحة فلا يمكن أن تحتوي على مقدمات صحيحة واستنتاج خاطئ. الحجة التالية صحيحة في مقدمتها ونهايتها، لكن شكلها المنطقي غير صالح. كل الناس بشر، سقراط فنان، إذا سقراط إنسان. في هذه الحال لا يتبع الاستنتاج بالضرورة من المبنى، كل بشر بشر، لكن ليس كل البشر بشرا، كل كائن حي هالك. إذا استبدل المرء كلمة إنسان هنا فقط كلمة قطة أو كلب، فإن بطلان الحجة الذي تظل دائما كما هي ولا يتغير شكلها المنطقي يظهر بشكل أكثر وضوح بسبب الزيف الواضح للاستنتاج. أي حتى لو كانت المقدمات والنتيجة صحيحة في هذا المثال فإن الحجة غير صالحة. من أجل اختبار صحة الحجة يفحص المرء شكلها المنطقي لمعرفة ما إذا كانت صحيحة أم لا. يمكن استخدام عدة تقنيات لهذا الغرض. اقترح ديكارت في حديث عن المنهجية تقسيم نقاش طويل إلى عدة أجزاء بسيطة يصل على العقل فهمها، يقارنها بالسلس التي يختبرها باستمراريتها من خلال التحقق من الروابط واحدة تلو الأخرى. لاحقا سيستخدم علماء الرياضيات نظرية المجموعات لتمثيل القياسات المنطقية بشكل هندسي. هنا هذا ما تستخدم مخطط فيان. الصلاحية في المنطق الرياضي تربط الصلاحية بين بناء الجملة والدلالات، إنها خاصية طرح ما لا يتم تفسيرها من خلال الصواب في النموذج. يكون نظام الخصم صحيحا إذا كانت جميع المقترحات التي يمكن إثباتها صحيحة. الصلاحية الاستنتاجية وهي فكرة أساسية في سياق دراسة المنطق ولا سيما المنطق الاستنتاجي، فإن مفهوم الصلاحية هو مفهوم أساسي. الصلاحية مقابل الحقيقة بالمعنى الذي يفهمه به المنطقين هذه الكلمة. يجب التمييز بعناية بين الساحة والحقيقة. الحقيقة والخطأ هي خصائص الافتراضات، يتعلق الأمر بمطابقتها أو عدم مطابقتها للواقع. الصح والباطل من سمات التفكير، أنها في حالة الاستدلال الاستنتاجي علاقة صورية موجودة أو غير موجودة إذا كان المنطق غير صالح بين المباني والنتائج. هذه العلاقة الرسمية أو الصورية ملحوظة وهي من النوع الذي يضمن حقيقة المقدمات، حقيقة الاستنتاج، ولا ينبغي الخلط بين مفهوم الحقيقة والصلاحية. يمكن أن يكون المنطق صحيح في بعض الحالات استنتاج خاطئ. يمكن أن تكون المقدمات المنطقية صحيحة خاطئة أيضا. المستحيل هو أن المقدمات المنطقية صحيحة والاستنتاج خاطئ. في اللغة اليومية نقول أحيانا أن المنطق خاطئ بمعنى أنه معيب أو غير صالح. هذه الطريقة في الكلام المقبولة تماما في الأوساط الأدبية، يدينها علماء المنطق لأنها تميل إلى التسبب في الخلط بين شيئين مختلفين تماما، عدم المطابقة لواقع بعض القضايا من ناحية، والخلل الوظيفي لذلك التحدث عن أشكال معينة من التفكير لجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة لنا. هناك حتى منطقيون يقولون أن بعض العبارات صحيحة، هم في الواقع يقولون اللغو. سيتم تعريف هذا المصطلح الأخير بشكل أكثر صرامة في المنطق الرمزي أو السوري. كان من الممكن أن نكون راضين عن هذا المصطلح، ويترتب على ذلك أن الاستدلال مع علم اللغو كاستنتاج يكون دائما صالحا يعني بغض النظر عن المقدمات التي يختارها المرء. إذا لقد رأينا بالفعل في دراستنا القياس الأرسطي أن المنطق صحيح، قياس برهاني، المنطق صحيح هو أحد حيث يمكن بالفعل قراءة الاستنتاج هناك بطريقة ما، حيث يتم تمييز المقدمات على يعني مخطط معين. الصلاحية نوع من الضمان بشكل عام. يمكن القول أن صحة المنطق هي نوع من الضمان لحقيقة الاستنتاج، لكن هذا الضمان ليس له شرط واحد بل شرطين. أولا يجب أن يكون المنطق صحيح، لكن أيضا ثانيا يجب أن تكون جميع المقدمات المنطقية صحيحة، وإلا فإن الضمان لا ينطبق في حالة عدم وجود أي من هذه الشروط، قد يكون الاستنتاج خاطئا. لكن ليس هناك ما يضمن زيفه أيضا، هذا يتطلب الكثير من البراهين. يوجد تشابه معين هنا مع الضمان المقدم يعني في المنطق. إذا المنطق الصحيح هو يعني منطق صحيح هو إذا أكد المتحدث أن المقدمة صحيحة سيكون قد أكد بالفعل محتوى الاستنتاج، وبالتالي فإن الاستنتاج المنطق صحيح لا يحتوي على أي معلومات إضافية مقارنة بالمعلومات الواردة في المبنى. قال المنطقون القدامى أن الاستنتاج كان واردا في المبنى. هناك طريقة أخرى لقول الشيء نفسه، وهي أن نقول أن التفكير صحيح هو أحد تلك العوالم الممكنة، حيث تكون المقدمات المنطقية صحيحة يجب أن يكون الاستنتاج أيضا صحيح. لاحظ أن العالم الممكن المحتمل هو عالم ممكن منطقيا، أي عالم يمكن وصفه دون التناقض مع نفسه. هناك طريقة أخرى لقول الشيء نفسه، وهي أن نقول أن التفكير صحيح هو الذي يوجد فيه تناقض في تأكيد المقدمات المنطقية مع إنكار الاستنتاج.
الأنظمة المنطقية المختلفة يشكل كل نظام يعني بطريقة ما، طريقة لبناء نماذج لتقييم مساحة الاستدلاج. نقوم ببناء نموذج للمباني للوضع كما هو موضح في المبنى، بعد ذلك اقتراح النظام طريقة واحدة أو أكثر تجعل من الممكن تحديد ما إذا كان الاستنتاج قد تمت صياغته بالفعل أو ما إذا كان لن يكون هناك تناقض في إنكار الاستنتاج حيث تم تصميم المباني. إذن هنا تنتهي مداخلتنا حول مجال الصلاحية ومنظومة الأوليات. أرجو أن تكون هذه المداخلة قد أفادتكم. إلى اللقاء في مداخلة قادمة.